بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا جدا من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، روى الإمام السيوطي وفي كتاب الجامع، والإمام الترمذي في كتابه نوادر الأصول وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب. كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو ذر، فقال له جبريل: هذا يا نبي الله، يا نبي الله، هذا أبو ذر. فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أو تعرفون أبا ذر؟ قال له: نعم، إن أبا ذر أعرف منه في أهل السماء منه في أهل الأرض. إن أبا ذر أعرف منه في أهل السماء منه في أهل الأرض أو من أهل الأرض. بمعنى إن سيدنا أبو ذر معروف بين الملائكة أكثر من أهل الأرض لدعاء يدعو به مرتين كل يوم. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا واسألوا عن هذا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدعو بهذا الدعاء كل يوم مرتين؟ قال له: نعم. قال له: فداك نعم بأنت أبي وأمي وأبي قال له: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أو فداك أبي وأمي. إنما هي عشرة كلمات ألهمني بها ربي إلهاما. أستقبل الكعبة، أستقبل القبلة، وأسبحه ماليا، وأحمده ماليا، وأكبره ماليا، وأهلله ماليا، ثم أدعو بهذا الدعاء. شوف بقى الدعاء بيقول إيه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما أو دينا قيما. ممكن تكون قيما وممكن تكون قيما، لأن في للأسف التشكيل مش باين في الحديث، لكن في سورة الأنعام، في خواتيم سورة الأنعام بيقول: دينا قيما ملة إبراهيم. وفي سورة يوسف بيقول: ذلك الدين القيم. لكن الأرجح إنها تكون قيما، فممكن نقول قيما ونقول قيما عشان يعني اختلاف في اللحظة. وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس. فجبريل عليه السلام قال لي: قال يا محمد، والذي بعثك بالحق نبيا، لا يدعو أحد من أمتك بهذا الدعاء إلا غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر وعدد تراب الأرض. يعني لو عملت مليارات الذنوب ربنا يغفرها. ولا يلقاك أحد من أمتك وفي قلبه هذا الدعاء إلا اشتاقت له الجنان، واستغفر له ملكان، وفتحت له أبواب الجنة، وناداته الملائكة: يا ولي الله، ادخل الجنة من أي باب شئت. شوف الفضل العظيم. يبقى نقول الدعاء ده. على فكرة أنا تتبعت الحديث دوت وطرقه، إن شاء الله هو حديثه صحيح، فمحدش يقلق من حديث صحيح. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده ده الأدلة القاطعة على العمل بالأحاديث التي يتكلم العلماء وفي سندها. ففضل عظيم جدا. شوف بقى الفضل لهذا. بس تعمل إيه؟ أحسن وقت نقوله مع أذكار الصباح والمساء، بعد ما نخلص أذكار الصباح والمساء، لأن سيدنا أبو ذر كان بيقوله بعد ما بيسبح ويهلل ويكبر ويحمد كتير. وأنا كنت قلت لحضراتكم قبل كده إن في أذكار الصباح والمساء الإنسان لو قال سبحان الله والحمد لله، سبحان الله 100 مرة، والحمد لله 100 مرة، والله أكبر 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، بيكتب له ثواب 100 غزوة و100 حجة، وكأنه أعتق 100 رقبة، وكأنه تصدق ب100 بدنة أو 100 جمل. والحديث حسنه مجامع العلماء منهم الإمام الترمذي. فبعد ما تقول ال 400 تسبيحة دول صباحا ومساء، قول الدعاء ده تشبها أو اقتداء أو تأسيا بسيدنا أبي ذر الغفاري. فأولا تكون من أولياء الله الصالحين، وتعرف في السماء عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، تغفر ذنوبك ولو كانت مليارات الذنوب كما جاء في الحديث. ثالثا، تشتاق لك الجنة، تشتاق لك الجنة. رابعا، تستغفر لك الملائكة. خامسا، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، وتناديك الملائكة يوم القيامة: يا ولي الله، ادخل من أي باب من الجنة شئت. طبعا فضل عظيم جدا، فضل عظيم جدا جدا. ف يا ريت نحافظ على هذا الدعاء ونحفظه،
ونحتسب هذا الاجر. يعني هتحتسب دايما الاجر ده وانت بتقوله، يبقى تواظب عليه صباحا ومساء مع اذكار الصباح والمساء، بعد ما تخلص، بعد ما تسبح 100 وتعزم، احنا قلنا قبل كده، وتحمد 100 وتكبر 100 او تهلل 100 او اكتر، تروح قايل الدعاء دوت مع اذكار الصباح والمساء. ففضل عظيم جدا. فانا هكتب لكم الحديث في الوصف. استغفر هذا الكلام ونشره ونشر هذا الامين في ثواب عظيم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.